سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة، برحب بيكم النهاردة في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المرأة المسلمة. النهاردة عندنا معاد كده مع رحلة جميلة من إحسانات الله ومحبته وعطائه في حياة أخ وأخت. هنكمل معهم الرحلة النهاردة ونسمع اختبارات جميلة عن تعاملات الله في حياتهم. النهاردة هنكمل الرحلة مع فاطمة وملاك. في الحلقة 477 احنا قدمنا يعني تقريبا معظم الحلقة كان اختبار فاطمة وإزاي ربنا تواصل معاها كابنة لي وهي مازالت صغيرة، وهي من خلفية إسلامية، عائلة أبوها من تونس ووالدتها من إيطاليا. فعشان كده يعني للي هيكونوا بيحضروا معانا الحلقة دي لأول مرة، بشجعكم أنكم ترجعوا تحضروا حلقة 477 لو ما كنتوش حضرتوها عشان تعرفوا تفاصيل قصة حياة فاطمة. هنسمع النهاردة فاطمة بتتكلم باللغة الإيطالية، وهي بتفهم كويس قوي اللغة العربية، فبترد عليا من غير ترجمة، لكن اللي بيترجم لنا هو زوجها ملاك. واللي النهاردة بقى جديد في حلقتنا، هنسمع جزء من اختبار ملاك نفسه في الحياة مع المسيح، وازاي الرب غير حياته، وبعدين ازاي ربنا جمعهم بصورة عجيبة جدا مع بعض علشان يقودوا حياة في خدمة الرب. عنوان حلقة النهاردة الحقيقة يعني حسيت انه العنوان المناسب جدا، انه الله يرد كل مسلوب. الله لما يتعامل مع ابنائه اللي مروا بآلام كثيرة في حياتهم واختاروا ان هم يكونوا عايشين معاه، مش بس يرد المسلوب ضعف ولا ضعفين، الكتاب بيعلمنا كده حتى 7 أضعاف، يرد المسلوب بالكفاية وبالشفاء وبالفرح وبالسلام اللي ساعات اتحرمنا منه كتير، لكن في حضور المسيح يرد كل مسلوب لأنه هو غايتنا. عايزاكم النهاردة وانتوا بتسمعوا فاطمة وملاك يعني تركزوا في ان الاتنين لما بيحكوا اختباراتهم عن المسيح بيتكلموا عن تعاملات الله الشافية المغيرة المشبعة. ما بيركزوش قوي على الألم، لكن بيركزوا على عمل الله العجيب في حياتهم. وهي دي على فكرة الرؤية اللي لازم تكون عندنا كمؤمنين مختبرين دايقين طعم الحياة مع الله. اللي يأثر في قلبك أكتر واللي هيبقى في قلبك أكتر لو كانت محبة الله هي الظاهرة في حياتك أكتر، هتتكلم عن ده الأول، والنهاردة هنشوف ده. خليني أقول للي ما حضروش الحلقة اللي فاتت إن فاطمة اتربت في عيلة مسلمة، ومعظم حياتها كانت عايشة في تونس. في بدايات حياتها خالص في حد قال لعرافة، قالت لعيلتها انه البنت دي هتكون مسيحية، فمن هنا ابتدت العيلة تضطهدها اضطهادات مؤلمة جدا. ما تعلمتش، ما راحتش مدرسة، كانت بتعامل بمنتهى القسوة جدا في وسط العيلة، اتعرضت لانتهاكات جسدية ونفسية كبيرة جدا. لكن في سن 9 أو 10 سنين ربنا يعني وراها رؤية، شافت الله وش المسيح بينظر ليها، ومن هنا ابتدت تشعر انه الله ممكن يكون موجود معاها. بعد عدة سنين راحت إيطاليا وعاشت هناك مع والدتها، وهناك تقابلوا مع شخص آخر دعاهم للكنيسة، وهي سمعت دعوة خاصة من الله وقبلت المسيح. لازم تروحوا بقى ترجعوا تسمعوا التفاصيل، لأن أنا بختصر معجزات ومعجزات ومعجزات عملها ربنا. من خلال المعجزات الكتيرة اللي ربنا عملها في حياة فاطمة، اتولد في قلبها ثقة غير عادية إن الله لا يمكن يتركها أبدا. لما بسأل يعني الحاجة اللي أنا شايفاها شهادة رائعة، لما بسأل فاطمة إيه الحاجة يعني اللي بتأثر فيكي في معرفتك في للمسيح، فتعبيراتها في منتهى الروعة، تقولك شفاني، غيرني، أحبني.
يعني بتتكلم على الشفاء والمحبة والتغيير الحقيقي اللي ظاهر في حياتها أكتر من ما بتتكلم على الألم. خلينا نروح نسمع أول مقطع من اللقاء بيني وبين فاطمة وملاك، ونسمع منهم يعني إزاي هم تقابلوا، واختبار ملاك قادهم للحياة اللي هم عايشينها إزاي. خلينا نشوف المقطع الأول. ايه اللي لمس قلبك في تعاملات الله معاكي؟ هل في حاجة انت فاكراها دلوقتي بالتحديد تحبي تحكي لنا عنها او تشاركي المشاهدين فيها؟ وشايفة ازاي محبة المسيح ظهرت في حياتك؟ Una cosa che è più importante è che ho capito che Gesù che mi ama. حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، أنا اكتشفت إن يسوع بيحبني، Ma ha cambiato tantissimo la mia vita. غير حياتي كثير جدا. Anche il modo di parlare, il modo di tante cose, altre cose, di guarigione di tutto. غير حاجات من طبيعة طريقة كلامي، شفاني في حاجات كثيرة. طيب جميل، قولي لي، احنا توقفنا في المرة اللي فاتت عند انه انتي ابتديتي حياتك مع الرب، و يعني كنتي اعتقدتي انه في شخص ممكن ترتبطي بيه، وبعدين الرب وجهك وقالك انه هذا الشخص مش ليكي. احكي لي من المرحلة دي بقى ايه اللي حصل؟ Perché io vedo il suo comportamento diverso di prima e il Signore mi dice che questo non è per te, non ha preparato per te. ابتديت اشوف طريقة معاملته، ازاي بيتعامل، اللي لقيتها اختلفت عن الاول. فمن جوايا كان يسوع بيقول لي اني ده مش ليكي انتي. Io ti ho preparato un uomo che già sta per arrivare. انا جهزت ليكي راجل في الطريق انه يجي الان. E allora in quel momento ho deciso di parlare con questo ragazzo a dirlo che io non voglio più frequentarti. في التوقيت دلوقتي انا قلت للولد ده خلاص انا مش هكمل معاك. E sono andata via. سبته. E sono stata da un'amica che mi ha ospitato a casa sua perché io non avevo casa. في اخت يعني صديقة لي استضافتني لاني كنت في التوقيت ده بدور على سكن. Ho lasciato mio fidanzato e il signore mi ha detto che lui mi ha preparato un uomo. E ho conosciuto Meleka. أنا في التوقيت ده هواتي سبت خطيبي، وكان الرب كلمني بيقول لي أنا مجهز لك واحد. في التوقيت ده عرفت ملاك. Lui quando mi ha visto che io sono da sola mi ha aiutato e anche io ho cercato di aiutarlo nel suo lavoro. لما شافني لوحدي حاول يساعدني، وأنا لقيته محتاج مساعدة فأنا تاني ساعدته في الشغل بتاعه. In quel momento il Signore ha iniziato a parlare con me che questo uomo è per me. في التوقيت ده الرب ابتدى يتكلم معايا يقول لي ان الشخص ده هو اللي انا مجهزه ليكي. Però io non credevo questa voce. انا ما كنتش في التوقيت ده مصدق الكلام ده. Fino a quando Meleka mi ha detto la stessa cosa. لحد ما في يوم ملاك قال لي نفس الكلام. E allora abbiamo iniziato a pregare e il Signore ci ha confermato. فابتدينا نصلي والرب أعطانا تأكيد للكلام ده. Anche se ci sono. خليني أسألك، أنت اتكلمتي عن إنه الرب قالك إنه الله بيعد ليكي شخص، ودي حاجة مهمة قوي، لأنه الزواج في الحياة المسيحية بيعتمد على إن احنا نكون معتمدين على إعداد الرب لينا كأشخاص، وللشخص المناسب اللي احنا هنعيش معاه، سواء كان you know,
البنت او الولد بيفكروا بنفس الطريقه، انه الانسان المؤمن بيدور على شخص مؤمن يكمل معاه طريق الخدمه وطريق الحياه مع ربنا. فدي نقطه مهمه قوي اللي انت قلتيه، ده علامه على عمل الرب في حياتك. خليني اقف هنا شويه واروح بقى لملاك واساله يعني عن ازاي، ايه حكاية انه ربنا كان بيعدك علشان تكون زوج لفاطمة دي؟ ايه خلفيتك يا ملاك؟ أنا خلفيتي مسيحي، سنة 86 قبلت المسيح في حياتي. سنة 93 الرب خلاني إن أنا أسافر برا مصر بشكل معجزي، إداني حتى أحلام ورؤى إني انت في اي مكان انت محطوط على كفة ايدي. فبناء على التشجيع اللي الرب عمله معايا في التوقيت ده بالاحلام وبالرؤى وبالدعوة بطرق كثيرة كلمني ان انا اسافر برا مصر، أي كان الرب بيبعدني عن كل الناس اللي انا كنت اعتمد عليها، اهلي ابويا امي. في التوقيت ده وقتي ابتديت بدل ما كان لي علاقة بالكتاب المقدس وفي الصلاة مع ربنا، لكن في التوقيت ده حياتي ابتدت تنطفي واحدة واحدة. بس أنا كنت متألم إني حياتي يعني كنت بتنطفي. داخل في حروب روحية في الوقت ده. علاقة الصلاة ابتدت تقل، يعني الحياة الروحية تنطفي عن الأول. فوصلت لسنة 2000. في سنة 2000 أنا كنت عاوز كأي شاب إن أنا أرتبط، ففكرت إن أنا عاوز أرتبط بإنسانة ترجعني للكنيسة. كان عندي بمعنى صح في التوقيت ده جهل روحي، ما كنتش أعرف إيه الفرق ما بين المؤمن والمتدين. فكان في التوقيت ده هواتي نزلت مصر. أهلي كانوا اختاروا لي واحدة عجبتني، لكن ما سألتش الرب عليها. فدخلت في ارتباط خطوبة. خلال الفترة بتاعت الخطوبة أنا كنت معجب جدا إنها بتخدم في الكنيسة وما بيسيبهاش أي اجتماع أو أي خدمة في الكنيسة، فكنت فرحان وكنت متخيل إني دي هي الإنسانة اللي هترجعني للعلاقة الأولانية مع ربنا. فحصل مشاكل قبل الارتباط، والمشاكل دي كانت علامة واضحة جدا من ربنا إني بلاش الارتباط ده، لكن أنا فهمتها بالعكس. الشيطان بمعنى صح في التوقيت ده فهمني الأمور بالعكس. لأنك يعني في الوقت ده أنت ما كنتش بتسمع من ربنا، أنت كنت ماشي بالنظر، أنت شايف كده أنه واحدة من كنيسة وكده. وده بيحصل كتير جدا، يعني بالنسبة حتى للعابرين أو الناس اللي من خلفيات مسيحية، بنختار على أساس العيلة، على أساس الارتباط بالكنيسة، لكن الله دايما في علاقاتنا الشخصية بيبقى عايز ارتباط أعمق بالله، ويكون ايوه في اللي هو يعني التواصل الروحي بين الاتنين لازم يكون متساوي، والرؤية في الخدمة وكده. ودي نقطة مهمة بنشوف انه حتى اخواتنا المسيحيين بيعانوا منها، مش احنا العابرين بس. طيب انت قلت لي انه الزواج ده كان صعب جدا، كان عندكم اولاد وكان في عدم اتفاق كبير، سبب أزمة كبيرة جدا في حياتك إلى أن في يوم الله أنقذك من هذه الأزمة. ممكن تحكي لنا يعني الموقف الإعجازي اللي ربنا عمله في الحتة دي؟ في التوقيت ده قعدت 15 سنة طبعا في ظروف صعبة جدا، صعب إن أي شخص يستحملها. وحصل إن الروح القدس ابتدى يحاصرني. أنا لحد التوقيت ده ما كنتش أفهم أي أمور روحية بالشكل ده.
ربنا ارشدني وبعتني بشكل غريب، هو اللي ارشدني ان انا اروح لاخ مؤمن ما قابلتوش اكتر من 20 سنة. جمعت رقم تليفونه، اتصلت، فوجئت لقيت اني انا واقف في كابينة تليفون جنب البيت بتاعه، ما بيني ما بينه 50 متر. دخلت قابلته فبتكلم معاه عن الظروف اللي انا بمر بيها. قال لي انت يلزمك انك انت تتولد ولادة تانية. فمع الكلام مع بعضينا انا قلت له انا حصل ولادة تانية. قال لي مفيش مشاكل، انت ممكن نصلي مع بعض وتطلب تجديد للروح القدس. طلبت. ففي التوقيت ده حياتي ابتدت تتغير كلها. نار الروح القدس ابتدت تملى حياتي، ابتدت. انا ما كنتش بتكلم ايطالي في التوقيت ده، ما كنتش بعرف اتكلم ولا كلمة ايطالي. بس من تاني يوم فوجئت لقيت نفسي ان انا بكلم الناس عن المسيح بلغة ايطالية، كما ولو كنت دي سنين بتكلم اللغة الايطالية. ابتديت أبشر، ابتديت أكرز. فبمجرد ما في التوقيت ده زوجتي معلش انا شافت عايز اسالك الحته دي، مش عايز اسيبها قبل ما تحكي لنا حكايه الحارس اللي بعد ما خرجت من عند صاحبك واتكلمت معاه عن المسيح وانت ما كنتش بتعرف تتكلم معاه قبل كده. ممكن تحكي لنا القصه دي؟ تاني يوم بعد ما كنت صليت مع الأخ ده. تاني يوم أنا كنت رايح الشغل وما كنتش مدرك إيه اللي حصل، إيه التغيير اللي حصل. فأنا كنت داخل الشغل بتاعي، كان في بواب كل يوم بتقابل معاه بحاول أتعلم منه الإيطالي، بس لقيني تاني يوم بتكلم معاه بسلاسة في الإيطالي، فكان مستغرب. واحنا بنتكلم انا كنت بوصل له رساله المسيح. انا حتى كنت انا نفسي مستغرب اني انا بتكلم ازاي عن المسيح وانا مش لا دارس ولا جاري، بس كنت بتكلم كما لو كنت بتكلم عن بابا، عن شخص انا اعرفه كويس جدا جدا. فالشخص ده وقتي كان استغرب الكلام، فبيقول لي انت على فكره مجنون. هو بيقول لي انت مجنون؟ انا قلت له في على فكره، في انت المفاتيح بتاعتك بتاعت الشغل بتاعك ضايعه منك. اماره الكلام اللي انا بقوله لك انك انت النهارده وانت في البيت المفاتيح هتجي لك لحد البيت. انا صراحه من جوايا سمعت الصوت ده بيتقال، وانا قلته لا ارادي، بس بعد ما قلته ابتديت ابص لنفسي، انت مجنون ولا ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ فما سبته ومشيت. الساعة 5 لقيته بيتصل بيا البواب ده، يقول لي أنا عاوز أعرف، أنت لما كنت بتقول لي هتلاقي المفاتيح وهتجي لك لحد البيت، أنت كنت بتهزر ولا فعلا كان في حد بيتكلم معاك؟ فأنا قلت له لا، أنا سمعت حاجة زي كده، صوت زي كده بجوايا، فكنت بقول. قال لي أنا النهاردة وأنا في البيت لقيت في حد بيرن عليا الجرس وبيقول لي لقينا المفاتيح دياتي، فلقينا مكتوب عليها العنوان بتاع البيت ده، هي المفتاح تحتك. فأنا بالنسبة لي كانت أول حاجة أستغرب لها إنها تحصل، إن ربنا يديني بمعنى صح أمارة لصدق الكلام اللي أنت بتتكلمه عني. أنا بأيدك بآيات وبمعجزات، أمين. وفي أمور كثيرة ابتدت تتغير في حياتي. فعلا الروح القدس الكتاب بيقول لنا إنه بيأيدنا بآيات ومعجزات بتظهر في حياتنا من غير ما نكون إحنا حتى فاهمين دي بتحصل إزاي. ده روح الله اللي فينا، والمعجزات دي يرجع مجدها لله. يعني ملاك القصة اللي حكاها لنا دي مش كل يوم هيقدر يلاقي مفاتيح حد، لكن الله بيؤيده بمعجزات وعجائب تؤيد رسالة الله الموجهة للشخص. أمين أمين. إحنا سمعنا دلوقتي جزء من اختبار ملاك. الحقيقة أنا عايزة أعلق على كذا نقطة ملاك قالها، لأن دي المناقشة اللي بيني وبينكم، وأنا برحب باتصالاتكم في أي وقت للي عنده سؤال في الموضوع ده. بس يعني القصة اللي سمعناها من ملاك والمرتبطة جدا باللي قالته فاطمة في الحلقة اللي فاتت، بتخلينا نسأل أسئلة. ممكن يكون أنت وأنتي كمشاهدين النهاردة بتسمعونا ممكن يبقى عندك السؤال ده، هل ممكن الله يوجهنا لأشخاص بعينهم؟ يكون اختيارنا في الزواج من شخص مثلا بتوجيه من الله بالتأكيد إنه الشخص ده
أنا بعده ليك؟ آه طبعا ممكن، طبعا ممكن، لكن لازم أنت تسمع من روح الله، مش حد يجي يقول لك أنا شفت إنك أنت لازم تتجوزي الأخت فلانة أو أنت لازم تتجوزي الأخ فلان. لا، لازم التأييد ده يكون من روح الله. أوكي؟ لأنه الله فعلا ممكن يقول لك أنا عديت الشخص ده ليكي، أو يقول لك أنا عديت الشخص ده ليكي، لأنه الزواج يحقق، الزواج الحقيقي، الزواج المسيحي المرتكز على الله، هو يتمم خطة الله في حياتنا، لأن احنا الاتنين هنبقى بنخدمه بنفس واحدة وبروح واحدة وبتعاون أساسه روح الله، وده اللي هنشوفه في حياة فاطمة وملاك بعد شوية. هل روح الله ممكن يقول لحد ده لأ وده أه؟ أيوة طبعا. فبس احنا بقى اللي ما بننتبهش لحديث الله معانا. في حياة ملاك هو اختار واحدة لأنها بتروح الكنيسة ولأنها شكلها مؤمن وينو، لكن هو نفسه في المكان ده كان شخص متدين، لكنه لم يكن له اختبار حقيقي في سماع صوت الله، في لما الله يوجهه الخطوات اللي ياخدها ياخدها ازاي. وده وضح في انه اختياره ما كانش على اساس توافق روحي، ولكن على اساس فكره، هي الفكره انها شكلها متدين، اخلاقها كويسه، لكن مش هو ده الاسباب الرئيسيه اللي لازم نتجوز عشانها. الكلام ده موجه للعابرين بقى، العابر والعابره المختبرين الحياه مع الله. لازم قبل ما تاخد خطوات كبيره في حياتك بالشكل ده، واهمها طبعا خطوه الزواج، لازم الخطوه دي تكون مرتبطه بانك اتعلمت واتدربت ازاي تسمع صوت الله في حياتك. يعني ليك علاقه شخصيه على ركبك مع الله كل يوم، يعني ليكي علاقه شخصيه بالكتاب المقدس ودراسه الكتاب المقدس كل يوم، يعني تبقي عارفه انك قيمتك عند الله وقيمتك عند الله كابن تستحق انك تقف وتتعلم ازاي تتواصل معاه عشان تتلقى منه وتقدر تعيش كاداه يستخدمها الله لمجد اسمه ويباركك وهو بيستخدمك، ويباركك وهو بيستخدمك لمجد اسمه ايضا. اللي ما عندوش التدريب ده انه يسمع صوت الله بشكل واضح، ربنا برضو بيدينا رسائل، يعني حتى لو انت مش متدربة تسمعي صوته، لكن حاجة في قلبك كده تقولك بلاش ده، بس احنا ساعات نتخطاها لانه بتفتكري ان ده صوتك انت، او يبقى عندك مغريات اكتر. لما الله يديكي تنبيه لازم تسمعيه، زي ما فاطمة عملت. فاطمة ربنا اداها رسالة واضحة، بلاش الشخص ده في حياتك، فقبلت وأطاعت الله، وربنا بارك هذه الطاعة بأنه ينميها روحيا. شايفين البركة مش إنه هو يديكي حاجة أحسن بس، لأ، هي البركة في إنك تنمو، في إنك أو إنك تنمو روحيا وتقترب من معرفة وفهم خطة الله في حياتك بشكل أكبر. في فكرة مهمة جدا الحقيقة أنا اتعلمتها من ولادي، وكنت بصلي لهم إنه الله يعد الأشخاص القادمين في حياتهم، من إذا كان زوج أو زوجة، إنه الله يعدهم ويعد أبنائي للحياة اللي الاتنين يتفقوا فيها على إن الله يكون القائد في بيتهم وإنهم يكونوا خدام الرب. هل الكلام لكل أم بتسمعني النهاردة وكل أب بيسمعني النهاردة، بتصلي إن الله يعد زوجة ابنك ويعد ابنك لزوجته؟ دي صلاة مهمة جدا، لازم تكون في صلاتنا اليومية في الحفاظ على حياتهم وفي وانت بتصلي لابنك ولا لبنتك، ربنا يفتح أمامه كل الأبواب ويعلمه ويحيطه بملائكته ويستخدمه لمجد اسمه. يجب أيضا أن احنا نصلي من أجل الزوجة الكريمة وإعداد نفسه لأنه يكون هو أيضا قائد في بيته وزوج محب
يبقى شبه المسيح. دي تعلمتها من ولادي لما لقيت انه ابني كان بيصلي ان الله يعده للأسرة اللي هو هيحطه فيها، او اللي هيحطه يبقى قائدها، او الأسرة اللي هو هيكون بيوجهها للحياة مع المسيح. وبنتي كانت بتصلي كده كمان. ده مفهوم مش موجود عندنا كتير، لكن هنشوف النهاردة انه الله بقى لما يلتقي بقى مع ابنائه وبناته بالصورة شخصية، هو نفسه اللي بيزرع الفكرة دي فيهم. لما فاطمة ربنا قال لها بلاش الشخص ده مش مناسب ليكي، مش لانه الشخص وحش ولا اي حاجة، لكن لانه لا يتناسب مع الخطة اللي ربنا حطتها لحياة فاطمة وعائلتها. شفنا انه لما فاطمة اطاعت ده، ربنا قال لها انا بعد شخص اخر ليكي، وفاطمة انتظرت. وملاك كان الله بيعده ايضا، لان كان عندهم اختبارات متشابهة. فاطمة وملاك الاتنين مختبرين المسيح جديد، ولما اختبروا المسيح على طول ربنا ايدهم بآيات ومعجزات. على فكرة الكلام ده مش بعيد عنك وعني النهاردة. لو انت مختبر المسيح جديد، ابتدي اطلب من الله انه يؤيدك بآيات ومعجزات تعلمك وتنميك وتقربك من قلبه ومن فكره، ويكون استخدام مباشر ليك من الله في حياتك. مش لانك مؤمن جديد ربنا مش هيستخدمك، لا، الله بيستخدمنا بالرغم من ضعفنا، والله يستخدم الضعفاء والجهلاء أكتر من اللي فاكرين نفسهم عندهم عمق روحي وأذكياء. يعني الله بيستخدم البساطة اللي فينا أكتر. خلينا نشوف الرب عمل إيه بعد كده مع فاطمة وملاك. تفضلوا نشوف الجزء الثاني. عجيب قوي إنه يعني أنا حبيت إنكم تقولوا خلفيات إعداد ربنا ليكم. في تشابه كبير في قصتكم، وانتم يعني عشتم بلاد وبلاد بعيد عن بعض، وتربيتم بطريقة مختلفة خالص، وعائلات مختلفة وخبرات مختلفة. لكن بنشوف انه ربنا في الحلقة اللي فاتت فاطمة قالت لنا انها فجأة ابتدت تقرأ الانجيل، وابتدت تقرأ ايطالي، وهي ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب اي لغة حتى، ولا العربي ولا اي حاجة. وانت كمان ربنا ادالك انطلاق في اللغة. ففي تشابه، ربنا كان بيعدكم بشكل غير عادي. قصة فاطمة، انا بس بقول الكلام ده عشان اؤيد، اظهر واؤيد عمل الروح القدس. لما الله بيكون بيعد اتنين علشان يتقابلوا لمجد اسمه. في قصة فاطمة شفنا الألام اللي مرت بيها في حياتها، والظلم اللي اتظلمته. يمكن انتوا ما سمعتوش كتير عن قصة ملاك، لكن يعني في وقت لاحق نقدر نوري ده. لكن هو أيضا مر بألام شديدة جدا لمدة 15 سنة من عمره، إلى أن الله حرره وابتدى يرجع بقى، يرد المسلوك. ملاك، عايزة أكمل معاك سريعا. يعني وصلنا لأنت إزاي ربنا دعاك لأنك تكون عندك الخدمة اللي أنت بتعملها دي، وأنك التقيت بفاطمة من خلال البيزنس أو الخدمة الملتحقة بالبيزنس ده. ما فيش أي شيء مادي كان معايا، لكن فوجئت لقيت الرب بيباركني بشكل غير عادي، لدرجة ان في عندي ربنا اداني هوستل من لا شيء خلال اقل من شهر ونص. في التوقيت ده اتعرفت على فاطمة. بمجرد ما جت فاطمة في حياتي، من اول يوم فوجئت لقيت الرب بيقول لي دي الانسانة اللي انا مجهزها ليك. وانا كنت دي لفترة بصلي بقول له يا رب، انا المرة الاولانية انت كنت بتقول اني الارتباط ده بلاش منه، وانا ما خضعتش لصوتك، ما فهمتش صوتك. لكن النهاردة انا بطلب منك لما ارتبط ارتباط تاني، عاوز ارتباط يكون من عندك انت. كنت بصلي اكتر من سنة ونص بالطلبة دي، ان انا عاوز ارتباط من عند الرب.
بمجرد ما اتقابلت مع فاطمة، الرب في أول لحظة قال لي هي دي الإنسانة اللي مجهزها ليك. فأنا صراحة في التوقيت ده، لأن في فرق سن ما بيننا كبير جدا، فخدت أكتر من شهرين وأنا في صراع مع الرب أقول له ما تنفعش لأن دي صغيرة عني، يعني مش مناسبة السن بتاعها. بس خلال الفترة دي كل يوم الرب كان بيثبت لي، بيوريني إن دي هي المعين النظير اللي أنا أديتها لك. وأنا في الشغل كانت تيجي تقف وتصلي معايا كتير، كنا بنصلي كتير مع بعض. فأثناء الشغل فوجئت مثلا إني ألاقيها بتشتغل معايا في صيد النفوس، تبتدي مثلا موضوع وأنا أكمل، أو أنا أبتدي موضوع مع شخص وهي تكمل. فوجئت لقيت إن أصبح لينا ثمر من خلال الشغل بتاعنا، في نفوس كتيرة أصبحت أولاد لينا في الرب، في منهم من خلفيات إسلامية كتير، في إيطاليين، في ناس كتير. بس أنا كنت فرحان بإن الرب بعد جنبي إنسانة معين نظير، بس في نفس الوقت كنت بعاند لأن السن كان صعب الاقتناع بيه. لما الرب اتكلم معايا بشكل واضح جدا وقلت له يا رب أنا هتكلم معاها، هعرض الأمر عليها، وإذا كان منك إحنا هنصلي، إذا كان منك أمين، لكن لو مش منك أنا ما عنديش استعداد إن أنا أدخل في تجربة تاني وأفشل فيها. فاتكلمت مع فاطمة، وفاطمة برضو صلت معايا، فقعدنا فترة أكتر من أسبوعين نصلي من أجل، وكان ربنا ادانا سلام وراحة. ففاطمة كلمت باباها ومامها ومامتها الروحيين، هو قسيس إيطالي ومراته، فبرضه في بداية الأمر كانوا رافضين لنفس المبدأ بتاع إن السن فرق، لكن لما صلوا وصاموا هما التانيين خدوا عندهم سلام وقالوا إحنا واخدين نور من ربنا إن أوكي الارتباط ده من الرب. طيب خليني أسأل فاطمة بقى، فاطمة احكي لي انت كان موقفك ايه وانت بتشوفي الصراع اللي فيه ملاك، وهل انت كان عندك تأكيد من ربنا من الأول؟ ايه العلامات اللي ادها لك ربنا؟ Quando l'ho conosciuto, il Signore mi dice che questo è l'uomo per te, però anch'io avevo dubbio verso questa cosa, perché ho visto che siamo un po' all'età, lui più grande di me, e anch'io ho avuto un po' sfida col Signore. لما تعرفت عليه أول مرة برضو نفس النظام، الرب كلمني من جوه قال لي هو ده الإنسان اللي أنا مجهزه ليك، بس أنا ليكي. بس أنا كنت يعني من جوايا مش قابلة الكلام، لأن في فرق سن ما بيننا. Però anche a me lo stesso che mi faceva vedere il Signore, che lui era per me, di tante cose. لكن كان الرب دايما بيوريني في حاجات كتيرة، بيقول لي ده أنا مجهز ليكي، في حاجات كتيرة كنت متوافقة فيها. اوكي طيب فاطمة، انت كان بقالك قد ايه مؤمنة في الوقت ده؟ Io da 2013 che ho conosciuto il Signore. من 2013 عرفت المسيح. طيب يعني حوالي 3 سنين قبل ما لا تلتقوا. احنا 2017 طيب ثلاث يعني. أو 4 سنين، فيعني واضح إنه عمل الروح القدس كان قوي جدا لدرجة إنها بتعرف تشهد عن عمل الله في حياتها. بيعجبني قوي السلام اللي عند فاطمة وهي بتتكلم، ويعني عن عمل الله في حياتها اللي كان في الوقت ده زي ما شفتوا، يعني يدوبها مؤمنة جديدة 3 4 سنين. قبل كده ما كانتش تعرف حاجة عن الله خالص، ولا عن إنها تستطيع إنها تتعامل مع الله كأب محب ليها، وفجأة
ربنا غمرها بمحبته لدرجة إنك تحس إنها يعني مرتاحة جدا في أصعب المواقف اللي مرت بيها في حياتها من محاولات قتل وضرب وأمور بشعة كتيرة وتكسير في العلاقات الأسرية، ولكنها كانت دائما محاطة بسلام الله وما زلنا نراه في حياتها، ونقلت ده كمان لحياتها مع ملاك. عايزة أرجع أقول لكم، شفتم الإنسان لما يتعامل مع الله ويلتصق به تبقى الأمور الأرضية عنده مش مهمة أبدا. ملاك ابتدى قال أنا رحت من لا شيء إلى بركة كبيرة، لأنه فعلا ما كانش عنده اللي يفتح بيه بيزنس ولا يعمل بيه حاجة، لكن كانت عطية من الله بشكل إعجازي، لأنه الله كان ليه خطة وملاك أطاع. فهكذا يعني لو أنت النهاردة شايف أنك ما عندكش إمكانيات، وشايف أنه مش إمكانيات مادية فقط، وشايف أنك مثلا ما أنتش مؤثر في خدمة ما أو في عمل ما في حياتك، أقعد واسأل الرب وأطلب منه أنه يديلك البركات الروحية اللي تفيض أيضا في البركات المادية اللي هو عايز يديها لك، لأنه هو لا يترك أبنائه بلا يعني تكملة كل احتياجاتهم. فعجبني قوي من بركة من لا شيء إلى بركة كبيرة. حاجة تانية قالها ملاك لفتت نظري، أنه وقف عند أنه لما كان بيشوف فاطمة موجودة معاه بتساعده وهي بتتطوع بوقتها لأنها تساعد، إلا أنه ما قالش أنها كانت بتساعدني مثلا في البيزنس أو في الشغل بأي صورة، ولكن قال هي كانت بتشتغل معايا في صيد النفوس. وده يعني ده تعبير مسيحي بيتقال أنه تقديم الكلمة للناس و يعني رسالة المسيح للناس ده بيسبي النفس. فإنه يكون الهدف الأول والشركة الحقيقية بينهم إنه الاتنين بيكلموا الناس عن المسيح، دي حاجة أتمنى إنه كل واحد مننا يكون بيبحث عنها في شريك حياته، وتكون من أول العلامات اللي تشوفها في هذا الشخص إذا كان عايش حياة مكرسة لله ولا لا. دايما أنا بقول الكلمة دي للعابرين، أحسن ما تتجوزش لو أنت شايف إن الشخص اللي أمامك أو الشخص اللي أمامك مش مرتبط ارتباط حقيقي وروحي وفعال ومثمر بالله، أحسن ما ترتبطش، فتكون حياتك أنت مكرسة مع الله لله إلى أن الله يأذن إنه يكون عندك ارتباط أو لا. قرار الزواج مش سهل، لكن عندما نلجأ إلى الله يرسل معونة. عجبني جدا أنه فاطمة وملاك الاتنين عندهم مرشدين روحيين، ودي حاجة مهمة إحنا بننساها وإحنا ماشيين على الطريق. أنا عندي مرشدين روحيين وهستمر يكون عندي مرشدين روحيين، وكل خادم كبير على منبر أو صغير لازم يكون عنده مرشد روحي، لأنه يعني لازم نكون بنمشي مع بعض الطريق إلى الله بإرشاد من الإخوة والصلاة وناس نقدر نلجأ لهم ونرجع لهم لما نكون محتاجين إرشاد وتعديد روحي وتصديق على رسالة استلمناها من الله. اللي ما عندوش مرشد روحي في حياته لازم يبتدي يصلي إن الله يرسل لي المرشد الروحي المناسب للسير في الطريق. على فكرة طريق التلمذة والنمو مع الله لا ينتهي لأنك قريت الكتاب المقدس مرتين ثلاثة أو دخلت في تلمذة يعني دورتين ثلاثة، لا، التلمذة والنمو مع الله شيء يحدث في حياتنا كل يوم، ويجب أننا نكون بنبحث عنه وبنبحث عنه بإصرار. وهتشوفوا بقى بسبب التزام الاتنين دول ايه بقى المعجزات اللي ربنا عملها علشان يرد كل ما سلب ليهم مرة أخرى. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. خليني أسألكم عن موقف أهل فاطمة من جوازكم. انتوا حكيتولي انه ربنا عمل معجزة كبيرة
في علاقتكم بأهلكم، ومعجزة خاصة جدا كمان حابة أنكم تشاركوا بيها المشاهدين، لأنه دائما هناك هدف لله من يعني من أنه يجمع أفراد معينين بشكل معين لسبب، وهنشوف ده بيترجم حقيقي في قصة فاطمة وملاك. انتوا اتجوزتم وبعد كده ربنا عمل معجزة في العلاقة دي، احكولي الحكاية بتبتدي منين مع أهل فاطمة وأهلك ممكن كمان يا ملاك، يعني أهلك كمان إيه كان موقفهم في الأول؟ اتفضل. أهلي في الأول رافضين، مش لأجل الشخص بتاع فاطمة، لكن لأجل إن في مصر إحنا عندنا معروف لما بتبقى في أمر زي كده حد مسيح يرتبط بحد من العابرين بيبقى في خطر عليه، فهم كانوا رافضين المبدأ ده رفض نهائي. لكن لما نزلنا وتعرفوا عليها حبوها جدا وفرحوا بيها، وكانوا خايفين انها تضيع كمان مني، يعني مش الرفض اتبدل بحب شديد. نعم. اما من ناحية اهل فاطمة، في وقت انا كده كنت لامس جوا قلبي اني اشجع فاطمة انها تتواصل مع حد من اهلها، لان هي كانت بعيدة عنهم وما يعرفوش عنها اي حاجة اكتر من كام سنة، اكتر من 5 سنين 6 سنين. ففي التوقيت دلوقتي اتصلت ببنت عمها، فبنت عمها جات لها اني الايطاليه، جات لها كويس انك انت اتصلت دلوقتي لان اختك الكبيره تعبانه واحتمال تموت. ففي التوقيت ده دلوقتي فاطمه كانت في صراع وانا تاني في صراع، هي مش قادره انها ما تنزلش تشوف اختها لاني مش عارفه تشوفها تاني ولا لا، وكانت متألمة جدا ومصممة إنها تنزل، وأنا من جوايا خايف عليها لأنها لو نزلت أهلها كانوا منتظرينها عشان يموتوها، ولو خليتها موجودة أهلها هي سكولي، لو خليتها موجودة هي هتندم طول عمرها لو أختها ماتت. أيوة، وأختها كانت موجودة في إيطاليا مش كده؟ في إيطاليا أيوة. في التوقيت ده اللي جيت الرب من جوايا بيكلمني بيقول لي انزل معاها في جنوب ايطاليا وتقابلوا مع اهلها. انا كنت صراحة من جوايا مش عارف المواجهة دي هتكون ازاي مع اهلها، لكن نزلنا وكان باباها في التوقيت ده ما وصلش فما تقابلناش معاه، لكن اتقابلنا مع اخوها ورب حمانا في التوقيت دهواتي. بس أهم شيء إحنا كان في الزيارة دياتي إن اتقابلنا مع أختها قبل ما وهي في المستشفى، وصلنا لها رسالة المسيح، قبلت المسيح قبل ما تموت، ووصتنا إني على بنتها. بنتها ما كانتش كملت سنة. طيب ملاك، خليني أسأل فاطمة، كان شعورك إيه يا فاطمة لما أختك قبلت المسيح؟ Ero contentissima كنت فرحانة جدا perché la mia sorella che ha accettato il Signore. علشان دي أختي قبلت المسيح. طيب أمين. طيب كم وبعدين قلت لي إنه البنت بنت أختها عندها سنة تقريبا، قدرتوا تشوفوا البنت؟ لا. لا بس كان في صوت جوايا وفي صوت جوا فاطمة من ناحية الطفلة الصغيرة دي، في مشاعر بتتولد وأنا مش قادرة أفهمها، بس حاسس إن في حاجة الرب هيعملها في الحتة دي. فرجعنا المكان اللي احنا فيه، المحافظة اللي احنا فيها، لما رجعنا مفيش 10 أيام عرفنا إن أختها ماتت. فأثناء ما كانوا في الدفن أهلها الإيطاليين بيتخانقوا مع أهلها اللي من تونس، علشان دولت عاوزين يدفنوها في إيطاليا ودولت عاوزين يدفنوها في تونس. حصلت في الخناقة دي إن البوليس جه، لما البوليس جه
لقيوا الطفلة وفي وسط الخناقة دي، فأخذوا الطفلة اللي هي كانت بالظبط في التوقيت ده كملت سنة، أخذوا الطفلة منهم وحطوها عند الأخصائيين الاجتماعيين. ففي التوقيت ده كان في خطر إن الطفلة دي الأخصائيين الاجتماعيين هياخدوها ويدوها لعيلة تانية. أي فكان إخوالها وعمامها وإخواتها ناس كثيرة من أهلها قدموا طلب يتبنوا الطفلة دي. فخالها اتصل وكلم فاطمة وقال لها وانت التانية فاطمة قدمي طلب انت وجوزك على تبني الطفلة دي. فأنا الصراحة عملت الأمر ده بس مش متخيل إنه هيجاب، لأن هنا الإجراءات بتاعة التبني صعبة جدا ومطلوبة أوراق كتيرة وشروط صعبة إنها تتحقق فينا. بس بالرغم إن في ناس كتيرة من أهل الطفل كانوا مقدمين على التبني وهم ليهم أولوية أكتر منا، إلى إن القاضي من أول جلسة إدانا إحنا الاتنين التبني بتاع الطفلة دياتي. فالطفلة دي لما جت عندنا أصبح بالنسبة ليهم هم إن الطفلة دي لو ما خدناهاش إحنا الحكومة هتاخدها وتديها لأسرة تاني. فمن خلال الطفل الرب عمل صنع سلام أي ما بين فاطمة وأهل فاطمة، بدل ما كانوا بيبحثوا عنها علشان يموتوها أو ينتقموا منها ابتدوا يبحثوا عنها علشان يباركوها. في الوقت الحالي احنا أكتر من مرة استضفنا أهلها عندنا في بيتنا، مامتها جت أكتر من 3 مرات أو 4 مرات، أختها جت عندنا مرتين، أخوها الكبير جا عندنا مرتين، ففي علاقة. جوز أختها برضو جا عندنا وكلمتهم وبتكلم معاهم بمنتهى الصراحة عن المسيح. يعني حتى حاجز الخوف انك انت تتكلمي مع اهل فاطمة انكسر، وبنتكلم معاهم بشكل مفتوح جدا عن المسيح. أمين. فاطمة، خليني أرجع أسألك أنت بقى عن يعني قوليني مشاعرك إيه لما الرب إداكي إنك تعتني ببنت أختك، وإزاي العلاقة بينك وبين أهلك ابتدت تتصلح، مشاعرك إيه عن الموضوع ده؟ Sono contentissima tanto perché vedo il cambiamento verso me con la famiglia. أنا فرحانة جدا خالص لأني شايفة إزاي طريقة معاملة أهلي معايا. E anche per la bambina per me una cosa miracolo del Signore che mi ha donato. وبالنسبة للطفلة دي معجزة من ربنا إدهاني. طيب فاطمة، خليني أسألك عن علاقتك بأهلك، هل دلوقتي وهم بيزوروك إخواتك ومامتك صبيان بنات، عموما علاقتك بأهلك الرجالة منهم كلهم كانوا برضو في منتهى القسوة عليكي، والدتك شافتك وانتي بتنتهكي وبتتعذبي وبتتألمي ولم تتدخل، إخواتك البنات حتى يعني من القصة اللي حكيتيها قبل كده ان هم اخدوا تعليم مكانة مختلفة عنك، تعاملوا بطريقة مختلفة عنك، بتحسي ايه وانتي قاعدة في وسطهم دلوقتي؟ Tranquilla, non ho odio verso di loro perché il Signore mi ha fatto perdonare loro. مطمئنة ما فيش أي كراهية من ناحيتهم لأن الرب إداني غفران ليهم. اداكي غفران، وده واضح في السلام اللي يمكن الناس مش هتقدر تشوفه على وشك النهاردة لأن احنا مضطرين ان احنا نغطي وشك، لكن انا شايفة ان في كلامك سلام وفي راحة. من الممكن ان احنا نغفر للناس، بس هل مع الغفران ربنا ولد في قلبك حب ليهم؟ أيوه طب دي إجابة قصيرة أوي يا فاطمة، إزاي ربنا ولد في قلبك الحب ده؟
أو ليه؟ Sì, يعني ليه؟ l'amore ce l'ho verso di loro di tante cose. Come adesso se mi chiamano. الحب من ناحيتهم موجود جوا قلبي، يعني لما بيتصلوا بيا أنا برد عليهم. Non ho odio verso di loro o non rispondo, però anzi lo chiamo, alcune volte parlo anche del Signore per loro. ما فيش كراهية من ناحيتهم، أنا بحبهم وفي كذا مرة بكلمهم عن المسيح. E anche loro ascoltano le mie parole. وهم بيسمعوا كلامي، بيستمعوا لكلامي. أمين أمين. الرب يكمل يعطيكي أبواب مفتوحة ويعطيك يا ملاك أبواب مفتوحة مع أهلكم من الناحيتين ومع جميع من وضع في طريقكم للخدمة. فاطمة كبنت من خلفية إسلامية عاشت حياة صعبة جدا إلى أن التقت بالمسيح، تحبي تقولي إيه لكل ست مسلمة بتسمعك النهاردة؟ E che devono leggere la parola di Dio, devono conoscere la verità, qual è la strada giusta per arrivare da Dio. Che è un consiglio per tutte le donne che leggono la parola di Dio e per conoscere la strada di Dio. أنا أنصح الستات من خلفية إسلامية اقروا كلمة الله وخلوا ليكم علاقة مع الله. أمين أمين. ملاك عندك أي حاجة تقولها للعابرين، للناس اللي بتخدمهم؟ للعابرين أو لأي شخص فيه ممكن يكون صراع من جواه، إني لما هدخل في الاتجاه الإيمان ده في محاربات كتيرة، عاوز أشجع أي حد متخافش، لأني في كل محارباتك أنت مش لوحدك، المسيح قائم جنبك وبيشفع فيك وبيشفع ليك من أجل كل الأمور اللي أنت شايفها حتى ملهاش حل، لكن الرب ليه في كل، يعني في كل أمور حياتك الصعبة ليها مش حل، ليها حلول. والدليل إن حياتنا إحنا الاتنين، أنا بالنسبة لي بتكلم على دليل دهواتي، إن إحنا مرينا بظروف ما كانش ينفع أن يطلع منها اتنين سلام بالشكل اللي أنت بتسمعه، لكن الرب شفانا، الرب فرح قلوبنا، الرب مسح من حياتنا كل ذكرى سيئة بنبص عليها على إنها مجد الرب في حياتنا، بدل ما كنا في التوقيت الأولاني متألمين منها، لكن احنا بننظر ليها وبنفرح باللي عمله الرب في حياتنا من خلال الألم ده. أشجع أي شخص إنه يقبل المسيح، أشجع أي شخص إنه يقرأ كلمة الرب، أشجع أي شخص إنه حتى لو متحير يكفيه إنه ممكن يقف قدام الرب ويسأله: أنا عاوز أعرفك معرفة شخصية. أمين أمين. نشكر الرب على شهادة لمجد اسمه، نشكر الرب على شخصين حتى لو انتوا مشفتوش وجوههم النهاردة لأسباب أمنية لأي أسباب. أحيانا بحس إنه يمكن ده يخلينا نركز أكتر في ما صنع الرب مش في الأشخاص نفسهم. مش مهم هم مين كأشخاص، هم مهمين عند الرب، لكن المهم إن الرسالة اللي ربنا عايزك تعرفها النهاردة وعايزك تعرفيها النهاردة إنه يهتم بيكي كما اهتم بهؤلاء، وإنه هو لا يتغير حتى مع التغييرات اللي بتحصل في قلوبنا، حتى مع التغييرات والاختيارات الغلط اللي احنا بنعملها في حياتنا. ربنا ما بيتغيرش، محبته ما بتتغيرش، لأنه وعد إنه يكون معانا دائما، وإنه بيطلب منك إنك تعرفه بقلبك وبفكرك وتحبه من كل قلبك علشان يبتدي التغيير في حياتك. عايز أعلق على كذا حاجة النهاردة في المقطع الأخير ده.
لفت نظري جدا انه يعني احيانا في حاجات بتحصل في حياتنا بيبقى التوجيه بتاع ربنا ان احنا نعملها بيبقى غير منطقي بالنسبة لنا، زي ما حصل كده مع ملاك وفاطمة، اختها مرضت وكان لازم تروح تشوفها، فملاك المنطق بيقول انه لا ما يخليهاش، دول ناس كانوا بيجروا ورا البنت عشان يقتلوها، كانوا بيطردوها من بيت لبيت ومن مكان لمكان في ايطاليا عشان يقتلوها، فمش من المنطق ان انا اروح لهم برجليا. لكن عندما يسمح الله، اذا الله له خطة، وعندما يعطي الله سلام، وعندما اسمع من الله مش من الخوف ومش من الشرير اللي عايز يمنع عمل الله، ربنا يعطي بركة. احيانا كتير الأمور ما بتبقاش منطقية بالنسبة لنا، لكن لو عندك توجيه من ربنا إنك تمشي في هذا الطريق مش برغبتك الشخصية ولكن بتوجيه من الله، وبتدريب على إنك تسمع صوت الله، الله يعطي ثمر. شفنا إنه يعني بالرغم من الخوف وبالرغم من إنه الكلام مش منطقي، لكن طاعتهم أتت بثمار كثيرة. شفنا أختها اللي لو ما كانوش راحوا شافوها قبل ما تنتقل ما كانتش تعرف حاجة عن المسيح، أو ما كانش يبقى عندها الفرصة إنها تسمع رسالة واضحة ويكون ليها قرار واضح إنها تتبع المسيح. وإذا كان الأمر توقف عند ده، إنه لو ربنا بيوجهك قوم النهاردة روح لوالدتك، لو أنت قاعد بتسمعني وربنا حاطط الرسالة دي على قلبك، روح لوالدتك وقول لها يا أمي أنا عندي رسالة ليكي من المسيح. قوم اعمل كده لو الله حاطط الرسالة دي على قلبك وانت عارف ان ده صوته، لانه لو كان الثمار هو انه والدتك تعرف المسيح قبل نهاية حياتها، او الاخت او الاخ او صديق او من يدعوك الله للتعامل معاه، اذا الطاعة دي ستأتي بثمر كافي، ولو كان هو ده الثمر الوحيد الله بيبحث عنه. الكتاب بيعلمنا انه الله بيبحث عن النفس، نفس واحده. فالطاعه تاتي بثمر. الثمر لم يكن ايضا يعني انتهى عند ده، ولكن اعجاز من الله انه يحصل شفاء في قلوبهم وشفاء في العلاقات في العيله، وهناك ثمر كثير سياتي من العلاقات اللي شفيت بالطريقة دي. أنا عايزة أقول إنه مش ممكن بنت تتعرض للي تعرضت ليه فاطمة في علاقتها بأهلها والانتهاكات اللي مرت بيها دي، ويحدث هذا الشفاء والغفران اللي كمان مش بس وقف عند الشفاء وغفران، ولكن أيضا محبة جديدة نقية تولدت في قلبها. لا يمكن أن يعطي ده إلا المسيح. النهاردة المسيح بيديلك نفس الفرصة إنه يعطيك نفس الشفاء ونفس الحب اللي يسكب في قلبك للجميع لأنه شفاك أنت أولا. ونقول زي ما بيقول الكتاب إنه الله يعوضك عن السنين اللي أكلها الجراد، ويعوضك عن السنين اللي أسيت فيها، وبدل الرماد يعطي جمال في الحياة وفي العلاقات وفي كل شيء. في اسم يسوع أشكركم وإلى اللقاء.